المشاركة ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدورة 26 ديال المعرض الدولي للكتاب، تصادف الذكرى انطلاق الاحتفال ديال المجلس ب 30 سنة لإحداثه، وبالتالي في هذا المسار ديال 30 سنة بعد مرور أو بعد متابعة وتقييم الأنشطة ديالو، الأعمال ديالو، الانشغالات ديالو، وصلنا بأنه العنوان البارز لهذه 30 سنة هي فعالية الحقوق. هذه الأولى. ثانيا بأنه في هاد العنوان ديال فعالية الحقوق قسمناه إلى 60 نشاطا بما فيهم الندوات، بما فيهم التكريمات، بما فيهم تقديم الكتب، بما فيهم كذلك الأنشطة اللي هي مدبرة من طرف الجمعيات الغير الحكومية. وهذه أول مرة ندمج هذا الموضوع في رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ثاني حاجة، وأنه بحكم أنه كذلك ها خلال هذه الثلاثينات ونحن القانون الجديد ديال المجلس الوطني عندنا الآلية الوطنية للطعن ديال الأطفال، وعندنا الآلية الوطنية ديال الأشخاص في وضعية إعاقة، وبالتالي نظمنا وكما ترون هناك الولوجيات ديال هذا المجلس، نظمنا لحوالي 220 طفلا عبر التراب للمملكة المغربية كله من كل مناطقه. في كل يوم عندنا زيارة ل60 طفلا في هذا الموضوع، أولا كيكون مواضيع حول الحقوق، وثانيا هناك أنشطة للأطفال سواء عن طريق المسرح، عن طريق الرسم، بالأساس المسرح والرسم.